اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده عن مجمع عظيم جدا في المنطقه الصناعيه السي بي سي في مدينه السادس من اكتوبر. المجمع ده اسمه مجمع عمال مصر. كان مفاجاه لينا لما زرناه بدعوه من مؤسسه المهندس هيثم حسين. هذا المجمع باختصار شديد جدا هو اكبر مجمع في مصر للقطاع الصناعي، بيقدر يقدم لكل مصنع في مصر العماله المدربه، خطوط الإنتاج، المناطق الصناعية التي يمكن أن تنشئ فيها مصنعك اللي حضرتك بتحلم بيه. أيضاً بيوفر الخامات الخاصة بتشغيل المصنع، وأيضاً يساعد في تسويق منتجاتك سواء في السوق المحلي أو السوق العالمي. هو مجمع متكامل بيقدم العديد من الخدمات للقطاع الصناعي. كفاية أقول لحضراتكم إن عنده أكتر من 60 إدارة هدفها خدمة كل مصنع في مصر. كمان هذا المجمع العملاق في إدارة كاملة هدفها تدريب وتأهيل العمالة. أنا عايز أقول لحضراتكم على معلومة مهمة جدا. هذا المجمع العملاق مجمع عمال مصر في قاعدة بيانات لحوالي 750 ألف عامل مصري مدرب ومؤهل، وعنده أكتر من 3000 عامل بينتشروا في جميع المصانع على مستوى الجمهورية. تخيلوا حضراتكم 3000 عامل هو اللي مسؤول عنهم مسؤولية كاملة، وخاصة للمغتربين، يعني كل العمال القادمين من المحافظات. إذن هذا المجمع بكل إداراته المحترفة هو أحد خطوط الدفاع والحماية لكل عامل مصري، وأيضا هو أحد خطوط الدفاع عن القطاع الصناعي وتوفير العامل المؤهل اللي يقدر يشغل خطوط الإنتاج. وبالمناسبة أنا حابب أوضح لحضراتكم شيء مهم جدا. منظومة مجموعة عمال مصر تم نقلها بالكامل كمنظومة إلى العديد من الدول العربية، سواء لخدمة القطاعات الصناعية في هذه الدول أو خدمة العمالة المصرية، لأن هذا المجمع في أي دولة هيورد عمالة مصرية مدربة ومؤهلة، وهو اللي مسؤول عنها مسؤولية كاملة. هي منظومة ناجحة بكل المقاييس لخدمة القطاع الصناعي سواء في مصر أو الدول العربية، وأيضا لتوفير عمالة مدربة ومؤهلة وقادرة على إدارة خطوط الإنتاج مهما بلغ تعقدها. مجمع عمال مصر كان يستحق الزيارة، والمهندس هيثم حسين مؤسس هذا المجمع يستحق وبجدارة لقب زعيم عمال مصر. خليكم معانا عشان نشوف حلقة مهمة جدا لكل الطامحين في إقامة مشروعات في القطاع الصناعي، وأيضا أصحاب المشروعات القائمة بالفعل في القطاع الصناعي ويبحثون عن خدمات عديدة بيقدمها مجمع عمال مصر. وأيضا هي حلقة شديدة الأهمية لكل عامل يبحث عن التأهيل والتدريب حتى يحصل على المكانة التي تليق بالعامل المصري.